بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. من الشهوات الروحية أن الواحد يتخلص من خطية متكررة. من أكثر الخطايا المتكررة في عالم المثقفين عموما خطية الغضب. تقريبا ما فيش حد فيكم وأنا معاكم ما بنغضبش، والغضب ضيع ناس، أو يعني وقعوا في ناس كبار قوي. يعني تصوروا موسى النبي وهو أكثر من كان حليما، عارفين غلطته الكبرى في آخر حياته إيه؟ كانت غضب، لما ضرب الصخرة بعنف كده مرتين وهو متنرفز. طبعا استفزوه، إنما كانت غريبة على موسى لدرجة ربنا زعل وقال له بلاش كنعان. ياه، كلنا صعب علينا، ازاي يا رب موسى النبي بعد كل ده قد كده الغضب وحش؟ اذا الغضب بيضيع ناس كبيرة. شفنا يونان مثلا بيغضب، وبيغضب بدون وجه حق، وده نبي بيغضب لان اليقطينة دبلت والحر شديد. يا حبيبي بس انت رجل الله، لا يليق بيك ابدا انك تغضب لدرجه تقول يا رب خدني. الغضب كده، الغضب ممكن يوصل الانسان لكده. داود النبي غضب للقصه اللي حكاها نسان وهو مش داريان انها قصته. ازاي في شعب يحصل كده؟ الراجل ده لازم يموت. طب انت الراجل. اذا الغضب يا احبائي خطيه منتشره. يعقوب ويوحنا، يوحنا الحبيب، يوحنا الوديع ده، في مرة غضب، ويقال ان يمكن دي المرة اللي تسموا عليها ابن الرعد، لما السامرة رفضت دخول المسيح قالوا له تحب ننزل النار تاكلهم؟ قال لهم لستما تعلمان من اي روح إن انتما. دي كانت لحظة غضب عند اتنين عايشين مع المسيح طول الوقت لكن وقعوا في غضب. إذن أحبائي لازم نبقى عارفين أن خطية الغضب ملهاش كبير، ملهاش كبير. ما تقولش أنت خادم قديم راجل روحاني بتتناول كل يوم، لا الغضب ما بيرحمش. الشيطان الغضب ده خبيث جدا ويحب يتآمر على كل الناس، لأنه غضب الإنسان يفصله عن ربنا. افتكروا القاعدة دي، أول ما بتغضب الكهرباء بتقطع جواك، النور الإلهي ده بيطفي، فخطر جدا عليك. في لحظة الغضب دي ممكن تهلكك. تعالوا نعيش مع التخلص من الغضب، شهوة التخلص من الغضب. سماها القديس يوحنا الدرجي في كتاب سلم السماء من السلالم الأخيرة قبل ما تدخل على السماء، سلمها سلمة اللا غضب بين قوسين الوداعة. فاعتبر الوداعة هي اللا غضب، الشخص الوديع اللي ما بيعرفش يغضب، ما بيعرفش. فدي سلمة عالية قوي، حطها قبل دخول السماء بحاجة بسيطة، وحطت 31 سلمة في كتاب سلم الدرجة. بصوا شوية آيات كده، الحجر ثقيل والرمل ثقيل وغضب الجاهل أثقل منهما كليهما، الغضب قساوة والسخط جراف أو جراف، ومن يقف قدام الحسد؟ تقولوا لي إيه اللي جاب الحسد؟ ما هو الحسد مع السخط مع الغضب عيلة واحدة مهببة كده. الحسد يجيب الغيرة تجيب غضب، هو في غيرة من غير غضب؟ اخوات يوسف لما حسدوه كانوا مليانين غضب فعملوا اللي عملوا. فما تظنش انك انت عندك غيرة من شخص ومش معاها غضب، لا، ما دي خطايا لازقة في بعض. درجات الغضب، الغضب يا احبائي درجات. ساعات واحد زيكم يبقى شكله كده من برة هادي بس من جوه والع، ويفضل وشه رايق ومبتسم بس مخه عمال يودي ويجيب. إذن الغضب في منه درجات، في حاجات مكتومة جوه وفي حاجات طالعة بره. أول درجة خالص جوه قوي انفعال القلب. انفعال القلب دي تفكرنا بقصة في البستان، موسى الأسود كان مذكور عنه أنه حليم زي موسى النبي بعد توبة سنين، فقرر البطرك يرسمه كاهن للبرية.
بعد بقى توبة طويلة قوي، وراح الدير عشان يرسم أبونا موسى. فالرهبان بيحب أبونا موسى قوي، عجوز دلوقتي وهو موسى الأسود يعني. وبعدين البطرك ده حب يختبر هذا اللي كان لص زمان وعصبي زمان ده، يحتمل بقى شدة الرهبانة ولا لا. فمجرد مدخلينه بزفة كده البطرك كشر وقال ايه اللي دخل الاسود ده هنا، طلعوه فأهانه. فأما على طول للخلف دور وطالع من الكنيسة، فطلعوا أولاده وراه. فأبوه أبوهم الراجل كان طالع على قلايته قال لهم لا هاتوه تاني، وهو داخل يقال سمعوا الملائكة بتقول أكسيوس، يعني جم الشمامسة يقولوا سمعوا الملائكة بتقول. إنما أولاده سألوه في اللحظة دي، طلعوا أولاده وراه سألوه هو أنت حسيت بإيه لما أبوك رزعك الكلمة دي؟ قال لهم اضطرب قلبي ولكن منعت فكري من الغضب. فهمتوا ازاي؟ عشان تفهموا الدرجات يعني ايه. الانبا موسى لانه راجل روحاني جدا ميز انه قلبه اتهز لانها كانت مفاجأة، فاضطرب، اعترف انه داخليا اضطرب. لكن شوفوا بقى حكمة الاباء، منع فكره من انه يمشي في سكة غضب. يعني ايه الفكر يغضب؟ يعني يبتدي بقى المخ يقول ايه، هو مش عارف، هو ليه عمل معايا كده، هو لازم يهني قدام ولادي، مش مقدر حتى السن، طب ما هو اللي قال لي تعالى ترسم. فهمت المخ ممكن يودي ازاي؟ هو مفيش بقى ولا حاجه من دول دخلت، هو اضطرب قلبيا بس، على طول اشتغل صلاه. القديسين دول بيمنعوا نفسهم بالصلاه. اذا اول درجه انفعال القلب، ثاني درجه ثورة العقل، يعني العقل يزوم كده. لغاية دلوقتي وشك رايق، خلي بالكم، هدي الخبص بقى، دي المشكلة، ان لغاية دلوقتي مش باين عليك حاجة. تالت درجة بقى تبان على وشك، يطلع على وشك، عينيك تحمر، مش عارف حواجبك تعمل ايه، ودانك تعمل اهو حاجات غريبة تحصل يعني. وبعدين الدرجة اللي بعد كده البرطمة، الشفايف واللسان، تبقى الأفأفة بقى وما بعدها، يعني كل أنواع الكلام الجميل اللي ممكن تقال، شتايم بقى أخيرا حركات الجسد. خلي بالكوا الجسد ممكن ما يضربش بس ممكن يتحرك بعصبية، زي واحد بيرزع الباب وراه، زي واحد بيخبط على الترابيزة، فاهمين؟ ما ده كله غضب. يبقى هي بدأت قلبي اضطرب، مخي برطم بس وشي لسه، وشي بان عليه، لساني نطق، ايدي ورجلي وجسمي شغلانة صعبة طلعت. كل ده اسمه غضب، خلي بالكم. بس ايه اخر درجة؟ اوحش طبعا، يعني لما بتغضب بالحركة اذيت الناس، تغضب بلسانك جرحت الناس، تغضب بوشك تعبت نفسية الناس، تغضب في دماغك اهو انت اللي تعبان. إذن الأذية محدودة شوية، فهمتوا؟ يبقى الغضب بدرجاته تأثيره مختلف. عشان كده كتمة الغضب فضيلة على فكرة، كونك منعت غضبك، منعته دي فضيلة في حد ذاته، لأن محدش عانى، أنت بس اللي بتعاني كويس، لأنه أول ما بتطلع يبقى في حد تعب معاك كمان. دورة الغضب بتمشي إزاي؟ بيحصل مثير خارجي. المثير الخارجي ده كلاكس عربية، حد كسر عليك، واحد ما جاش في ميعاده، واحد بيقطعك كل شوية، موبايل مش راضي يسكت، ناس مش ملتزمة، كل ما يثير غضبك يحصل ايه؟ في الثلاثي ده بيتحرك على طول، قلب عقل جسد، قلب عقل جسد. فحاسب من المثير الخارجي، يبقى اول حاجة الغضب عادة ما يبدأ بستيميولس، في حاجة من برة هي اللي بتفجر رحلة الغضب. طيب أسبابه إيه الغضب؟ أول سبب مشهور قاله الكتاب حب المال. أكتر واحد يغضب اللي الفلوس فارقة معاه كتير، وأقل واحد يغضب هو الفلوس مش فارقة معاه.
وانتوا في حياتكم لما تقلبوا ماضيكم يعني هتكتشفوا ان نص الغضب اللي في حياتكم غالبا ارتبط بفلوس. الست العصبية اللي كانت في الفيلم اللي ماسكة الولد 13 هي غضبانة عشان بتحب الفلوس برضو، هي مش بتحب الحق بقدر ما هي بتحب الفلوس. فانت مراتك بتعصبك ليه؟ عشان بتطلب فلوس. ولادك بيغيظوك ليه؟ عشان كل شوية يقولوا لك المدرسة والكلية. فحب الفلوس عموما، محبة المال ايه؟ اصل لكل الشرور. تاني سبب مشهور للغضب الغيرة والحسد. الغيرة لازم يكون معها غضب. شاول الملك لما غار من داود بقى عايش غضوب على طول. شاول ده بقى عنده غضب مرضي لانه وصلت انه قتل 80 كاهن، يعني كان مجنون، غضب uncontrolled يعني بسبب الغيرة، مع انه ملك ومش محتاج فلوس بس الغيرة وصلته الى غضب ملوش حدود، لدرجة انه يقول لك صاب شاول الرمح نحو يونسان، كان هيموت ابنه في لحظة غضب. فعلم يونسان ان اباه عزم على قتل داود. سبب ثالث، الاكل الكتير او الجوع. في علاقة بين الجسم والغضب، وانتوا دكاترة عارفين كده. يعني مثلا من الامراض اللي تعمل تخلي الواحد عصبي الغدة مثلا، ساعات الضغط العالي، الصداع النصفي. انما الحاجات الفسيولوجية العادية برضو بتغضب، الجوع الشديد او الاكل الكتير. وقت البيريود عند الستات والبنات ساعات يبقى استعدادهم للغضب اعلى من العادي. اذا في ظروف لازم تبقى واعي بيها انه انت في مرحلة معرض للخطية دي اكتر، انت بلا عذر خلي بالكم، لان كل ده ممكن يتعمل عليه كنترول. ما ينفعش تقولك مني صايم هغضب، لا احنا مش كده، ما عندناش حاجة اسمها كده، كل بس ما تغضبش. ضع سكينا لحنجرتك ان كنت شرها، يعني لو بتاكل كتير وقف باي طريق. رابع سبب مشهور للغضب الكبرياء، الشخص اللي شايف روحه سريع الغضب جدا، واي حاجة تزعله اي حاجة تعفرته كل شوية يقول لك ما خدوش بالهم، ما عملوش، ما سووش، سريع الغضب. يعني هيرودس بدون سبب حقيقي يعني مقنع عمل مذبحة الاطفال. ليه؟ ازاي وازاي الملوك المجوس ما يرجعوش ما يعدوش علي وهم مسافرين؟ انا قلت لهم بعد ما تلاقوا الملك تعالوا قولوا لي. يا عم دول ملوك، دول ملوك راسهم براسك، انت هتمشي كلامك عليهم؟ مفيش ما يدعو للعصبية دي كلها. بس هي الكرامة بقى، الكرامة العالية دي خلته يعمل مذبح. قسوة القلب، الغضب كمان مرتبط بالشخص اللي قلبه ناشف، تلاقيه يزعق كتير، يتعصب كتير، ما يعذرش الفقير، ما يعذرش المريض، كل الناس بالنسبة له بيتدلعوا، كل الناس بالنسبة له ما يستهلوش، ده قلب قاسي، وطبعا ده يميل للغضب. طب في حاجة اسمها غضب مقدس؟ فيه، زي ما في كلمة الغيرة ليها معنى جميل، الغضب له معنى جميل بس في زاوية واحدة، لأنه هي كلمة الغيرة فضيلة وهي أيضا خطية. بس القديس يعقوب يقول لك الغيرة المرة عشان يميزها عن الغيرة المقدسة. الغيرة المقدسة دي صفة من صفات الله، إلهنا إله غيور. ففنحاس لما غار غيرة مقدسة وطلع الرمح عشان يعمل الشريعة مهما كانت هتكلفه، ربنا فرح بيه قوي. فنحاس ده حفيد هارون، فربنا فرح بيه، وقف الوباء بسبب الغيرة المقدسة. الغيرة المقدسة معاها غضب مقدس، زي بتاعت يوم الهيكل، المسيح في الهيكل ده غيرة بيتك أكلتني. الغضب ده مش عصبية، مفهوش خطية، ده رفض للشر، رفض للغلط، ده موقف شديد حازم تجاه غلط. لغاية كده دي مش خطية، لأنه هو controlling his emotions. يعني المسيح ما خرجش عن انفعالاته. هو يتهيأ لكم ان المسيح عينيه حمراء وبيتشنج مثلا؟ لا لا خالص،
لا ربنا يسوع وديع ويظل وديع، لكن الموقف يستلزم الشد. من الغيرة المقدسة، الغيرة على نفسك أو الغيرة على خلاص نفسك، اللي هي إيه؟ لما تغلط تغضب على نفسك، أنت تتضايق من غلطتك. اغضبوا ولا تخطئوا. إزاي تعمل كده؟ إزاي تقول الكلمة دي؟ إزاي واحد يزعل منك؟ إزاي تصحى متأخر ما تروحش القداس؟ إزاي يفوتك يوم ما تقراش الإنجيل؟ الغضبة دي مفيدة، لأنها حاجة داخلية بتساعدك تصلح نفسك. فلغاية كده ما حصلش حاجة، بس على طول حولها بشكل إيجابي إلى توبة، ساعدني سامحني، وتحاول وخلاص. لما بطرس غضب على نفسه بكى بكاء مرا، لأنه مرارة الخطية خلته غضبان على نفسه. الحب يجعل هناك غضب مقدس. يعني ايه؟ لما بتحب شخص وشايف الشيطان بيسرقه، انت بتغضب من الشيطان، انت بتتغاظ من الخطية حبا في الشخص. دي الغيرة المقدسة. ازاي واحد يتسرق من ولادنا؟ دي حاجة بتوجع قلبك. الراعي لما لقى خروف ضايع كان عنده غضب داخلي، بس غضب مقدس، لأنه زعلان. داود لما جري وراء الأسد والدب اللي سرقوا منه غنمة، أكيد كان في حتة غضب، بس ده غضب مقدس، لأن هنا هو مش بيغضب على بشر، ده بيغضب من أجل البشر. دورة الغضب المقدس دي النهاردة جت في البولس اللي خد باله في القداس. زي ما الغضب ستيمولس خارجي، مثير خارجي، وبعدين يدخل على قلبك وعقلك وبعدين جسمك ويلعب بيك، الغضب المقدس له دورة داخلية. يبدأ بإيه؟ حكاها بولس بالتفصيل. يقول الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندم. حزن العالم ده حاجة تانية، ينشئ موت. واحد زعلان على فلوس، واحد زعلان عشان مريض، لا لا ده كلام مش كويس. لكن حزن التوبة ده مفيد. يعمل ايه حزن التوبة؟ بصوا هيجيب غضب اهو. هو ده حزنكم هذا عينه بحسب مشيئة الله، كم انشأ فيكم من الاجتهاد، بل من الاحتجاج، بل من الغيظ. الله، هو حزن مقدس يجيب غيظ؟ ايوه، ما انا متغاظ من نفسي، او متغاظ من الشيطان اللي كعبلني، او متغاظ من الشيطان اللي سرق واحد من ولادي في الالحاد، او متغاظ من التعليم الغريب اللي ماشي حوالينا في الكنيسة. لازم اتغاظ، وإلا ما بقاش بحس. الغيظ ده مقدس، دي غيرة، لأني أنا لا بكره حد ولا بشتم حد ولا وقعت في خطية. فهمتوا ليه اغضبوا ولا تخطئوا؟ ده موقف نفسي طبيعي موجود حتى في ربنا، لأن ربنا بيغضب، بيغضب بس ما بيغلطش. يعني إيه بيغضب هنا؟ يعني بيرفض الشر. لما ربنا بيلاقي فساد موقفه ايه؟ غضبان، بس ما بيغلطش. يبقى مش كل غضب اسمه غلط، بس اغلب الغضب بتاعنا غلط، عشان برضو ايه ما نضحكش على روحنا. كم انشأ فيكم من الاجتهاد، بل من الاحتجاج، بل من الغيظ، بل من الخوف، بل من الشوق، بل من الغيرة، بل من الانتقام. وكل ده صح، انتقام من الشر، انتقام من الخطية، انتقام من ابليس. مفيش حد هنا هيتأذي. يبقى هنا المثير في الحالة دي خطية، خطيتي أنا أو خطايا الناس حركت في حزن روحي، إما حزن توبة أو حزن غيرة على خلاص النفوس، عملت جوايا اجتهاد، بقيت مجتهد في توبتي أو مجتهد في خدمتي، بقى عندي احتجاج، مش قابل إن أنا أغلط تاني، ولا قابل إن التعليم الغريب يمشي، عمل جوايا غيظ من إن الشيطان يغلبني تاني، عمل جوايا خوف لحسن لو ما تبتش كويس هاهلك، عمل جوايا شوق ان انا اخلص من كل اللخبطة دي، عمل جوايا غيرة ثم انتهت بانتقام من الشر. يبقى القديس بولس زي الدكتور الشاطر قاعد يمشيها ايه كلمة كلمة كده، كأنه بيحكي حاجة بتحصل جواها، حركة تجيب حركة تجيب حركة، بتوصل في الاخر لانتقام من مملكة الشيطان. كل ده مقدس، يا ريت نحن بنعرف نعمل كده. على قد ما موسى وديع جدا، انما كان له غضبات مقدسة.
يعني يوم ما مسك العجل الذهبي وطحنه ودراه في الهوى وقال لهم سيف كل واحد على اخوه اللي وقعوا في الزنا واتم الشريعه، طبعا كان غضبه بس غضب مقدس، ربنا ما زعلش خالص لانه بيعمل اللي ربنا عاوزه. طبعا دي عاوزه حكمه وتمييز، لان في ناس تغضب غضب رديء وتبرره لنفسها انه ايه غضب مقدس، فتلاقي واحد عصبي في الكنيسه بينظم الناس طول النهار يزعق في الناس يقول لك غضب مقدس، غضب مقدس ده انت طفشت البلد كلها، مقدس ده ايه يا عم بالراحه. فهنا خدام النظام بالذات في الحته دي بيقعوا كتير. علاج الغضب بقى او شهوه الشفاء من الغضب، نتمنى كلنا احبائي نتشبه بالمسيح الوديع الذي لا يغضب لا يصيح لا يسمع احد في الشوارع صوته، اكيد الشارع بتاع المسيح كان مستفز زي الشارع بتاعنا، ومع هذا المسيح لا يصيح، ما يتخانقش بقى عشان حد كسر عليه ولا فيش كلام زي كده. اول علاج الهروب من الاسباب، اعرف سببك. حد فاكر الاسباب يا شباب؟ ها قلنا فيهم ايه؟ قلنا الفلوس، قلنا كبرياء، الغيرة، الاكل الزيادة والاكل القليل، قسوة قلب. اعرف السبب، لو عرفت السبب هتعالج صح. انتوا كلكم دكاترة وفاهمين علاج اي مرض ما ينفعش علاج اعراضه، لازم علاج الباثولوجي، علاج السبب. طيب ما انت لازم تعرف السبب، لو كبرياء ما تحاولش تعالج الغضب، عالج الكبرياء، التواضع هو الحل. لو عدم محبة ما تعالجش الغضب، عالج المحبة، لما تحب الناس مش هتغضب. لو الفلوس هي السبب استنى انسى الغضب دلوقتي، ركز في محبة المال لان هي دي السبب انك بتغضب، وهكذا. مثلا بعض الايات المفيدة هنا، ان صعدت عليك روح المتسلط لا تترك مكانك، لان الهدوء يسكن خطايا عظيمة. اول ما يجي لك ايه شيطان الغضب اللي ايه يتسلط عليك كده يعفرتك، هتقوم تكسر الدنيا، من فضلك ما تقومش، خليك قاعد وخليك ساكت، عدي بس 10 دقايق هتفش وتهدى وتحس انك ايه اللي انت كنت هتعمله ده. لا تترك مكانك، تعبير جميل ينطبق على الفكرة دي. لما الملاك قال للوط اهرب لحياتك، اهرب الى الجبل، لا تقف في كل الدائرة، لما تبقى في حاجة مستفزة من فضلك اطلع برا الدائرة. هتقولي يبقى مش هنزل الشارع، لا مش للدرجة دي، لكن اللي تقدر تتجنبه تجنبه، اللي تقدر تتجنبه تجنبه، لكن ما تغضبش. انت ضعيف قدام الجوع، ما تسيبش نفسك تجوع زيادة، خلاص نقطة ضعفك. عرفت ان الاكل زيادة بينرفزك، تجنب انك تاكل زيادة. عرفت ان الزيطة بتنرفزك، تجنبها، مفيش حاجة بقدر الامكان، لانه طبعا مش هتقدر تسيب بيتك يعني او تسيب شغلك او ما تنزلش الشارع، لكن في امور صدقوني يمكن تجنبها. كمان اهرب من التفكير في المثير. يعني ايه؟ اذا كنت لسه ضعيف قدام الفلوس كل مرة هتفكر في الفلوس هتتنرفز، هتلاقي اللي سرقك واللي غشك واللي استغلك واللي كان عندك صفقة فرصة ضاعت عليك لانك ما كنتش شاطر، هتلاقي حاجة تنرفزك. ما تفكرش في الشخص اللي لما يعدي على دماغك تلاقي قلبك يتكهرب. هتقولي ما انا ضعيف في المحبة، ماشي، بس ما لاش يعدي على دماغك لانه هيطلع منك غضب وحش. اول ما يجي ناحية دماغك يا رب ارحمه وارحمه، لكن ما تسيبش الدماغ تتكمل لانها لو كملت هتغضب. الشهوات، طبعا انا ما قلتش ان الشهوات دايما يجي معاها غضب، حتى شهوة الزنا. تاني حاجة في علاج الغضب الفرامل. الغضب ده يا جماعة زي عربية عدت السرعة، مهم جدا تعرف تدوس فرامل وإلا هتقلب وإلا هتدخل في حاجة. تسموها الهدوء، تسموها التروي، تسموها البطء،
عشان كده الكتاب استخدم كلمة جميلة قوي، البطء في الغضب، ما قالش لا غضب، كحل عملي انك تبقى بطيء الغضب، لانك when you slow down اول ما تهدي السرعة هتطلع الكلمة مظبوطة، هيطلع التصرف محسوب. فليكن كل انسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. ومرة تاني يقول ايه؟ بطيء الغضب خير من الجبار، ما بيقولش لا غضب، بطيء الغضب. ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس، ده ناس بتعرف تستخدم الفرامل. تأكدوا ان القديسين كانوا بيستفزوا زيكم واكتر، بس كانوا عاملين كنترول على نفسهم اكتر، فبيعرفوا يمسكوا نفسهم اكتر. ثالث حاجة تساعدك تخلص من الغضب، المحبة والوداعة. كل ما تحب الناس، كل ما تعذر، كل ما تتلافى الغضب. اللي بيخليك بتغضب كتير انك ما بتعذرش. واحد قدامك بطيء زيادة، طب هو غصب عنه، مخه كده او رجليه كده، صحته كده، انت هتتنرفز ليه؟ هو غصب عنه بطيء، انت مستعجل، لا يبقى في مشكلة عندك. المحبة تخليك تعذر، والوداعة تخليك يعني تفوت، تبلع، تبلع بسهولة. الشخص الوديع يقدر يقول معلش لكل الناس إلا لنفسه، خلي بالكم من دي. الشخص الوديع يعرف يقول معلش لكل الناس ما عدا نفسه، لأنه لو قال معلش لنفسه يضيعها، لكن مش صعب عليه يقول معلش. طبعا عاوزة حكمة يا جماعة، أي فضيلة بدون حكمة ممكن تقلب غلط، تبوظ الدنيا برضو. لكن بصوا، المحبة تتأنى وترفق، يبقى النتيجة لا غضب، بدون تأني لازم غضب. محبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ، لا تحتد، يعني المحبة ما بتغضبش. لتصر كل أموركم في محبة، كأننا كده هخترع إكويشن كده، غضب مع محبة مقدسة يتحول إلى غيرة مقدسة. يعني كل إنسان يميل للغضب، يتملي قلبه حب، غضبه يمشي في سكة صح، ما يمشيش في سكة غلط أبدا. ما يتحمقش على الناس أبدا، بس يتحمق على الشيطان، يبقى سخن وأكتف ونشيط، لكن ما يوجعش حد، ما يعورش حد، ما يتعبش حد، بس الشيطان يخاف منه. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لاني وديع متواضع القلب تجدوا راحه للنفوس. يبقى اول حاجه هنعملها ايه؟ نعالج الاسباب، مش كده؟ عالج الاسباب. تاني حاجه فرمل، تعلم تفرمل، بطئ رد فعلك. تالت حاجه خليك وديع وحب الناس. رابع حاجه شبه الفرامل شويه، ضبط النفس، السيلف كنترول. ده ترينبل بقى، ده اكسرسايز، والصيام مفيد في الحتة دي. لما بتمنع نفسك من الأكل بتعرف تمنع نفسك من الانفجار. لما بتقول لأ للتلفزيون تقدر تقول لأ الكلمة على لسانك، كانت هتطلع مش تمام. لما بتقاوم رغباتك بتقدر تقاوم فكرة غضوبة في دماغك، فهمتوا؟ إذن السلف كنترول ده بيمشي في كل حاجة. لما تعود نفسك تظبطها كده هتعرف تظبط كل ردود أفعالك. كل من يجاهد يضبط نفسه في شيء، في كل شيء. كثرة الكلام لا تخلو من معصية، أما الضابط شفتيه فعاقل. يبقى اللي ماسك شفتيه ده إنسان عاقل. أقول بقى شوية تدريب كده أختم بيهم. الكبرياء علاج اقتناء التواضع. أنت حاسس بعد المحاضرة دي إن غضبك مين لي؟ نفسك، ذاتك، كرامتك. اقرأ بقى في التواضع، اسمع في التواضع، خد تدريب من أب اعترافك في التواضع، احفظ آيات في التواضع، اشتغل على التواضع. لقيت انك انت طبعك في عنف، اشتغل على الوداعة. لقيت الفلوس فرق كتير، اشتغل على العطاء. لقيت الشهوات هي السبب الأساسي لغضبك، اشتغل على الطهارة. أخيرا الصلاة والتوبة المستمر. أقوى رادع لشيطان الغضب الصلاة الدائمة أو الصلاة السهمية، أكتر حاجة توقف الغضب، تصده.
تلاقي هوجة غضب جواك كده هتكسر الدنيا وتقول يا رب يسوع ارحمني كم مرة، تلاقي ايه فشيت، او تقول مزمورين، تقول ابانا الذي. طبعا لو عندك امكانية غضبان اسجد، ادخل الهيكل اسجد، ادخل بيتك واسجد. السجود او الصلاة السهمية او المزامير او ليها تأثير رائع في علاج الغضب، الغضب اللحظي بقى، الباقي ده كان ايه وقاية. لكن في لحظة الغضب مش وقته بقى تقعد تتمرن على ضبط النفس، انت عاوز حل سريع دلوقتي، لازم تصلي في سرك على طول. يقول تجديد الذهن، يعني حط فكرة جديدة في دماغك تطلع تصرف جديد، لان التصرف اللي هيطلع من الغضب وحش، التصرف اللي هيطلع من ذهن زي ربنا يسوع اللي بيعذر وبيرحم هيطلع دايما تصرف مريح لإلهنا كل مجد وكرم.